لا بالله عليك، مسلم شلون يحب الحسين؟ أنا الجاهل هيك أحب الحسين، مسلم شلون؟ المهم وقف يم بنته، بنته قالت له إذا للحسين روح أبويا، أبو علي يستاهل كل شيء، بس أبويا يقلون للكوفة كبيرة، أبويا يقلون للكوفة كبيرة وعدواننا بيها كبيرة. والله كثيرة كثيرة مسلم يا ابويا والله خير، مسلم يا ابويا والله خير، يتيمة صرت وانا صغيرة، والله مسلم يا ابويا والله خير، ودعها قالها بابا حبيبتي العدها مثل الحسين، تحتاج مثل يصير ابوها انت ابوك الحسين، حميده اني ابويا الحسين، كنا ابونا الحسين، حبيبتي ابقي يم ابو السجاد انت بالجنه يم الحسين، انا اكون ابكي لان راح بارق الحسين. واجا مسلم للكوفه والجماعه هوسوله هوسوله كالعاده، الكل واحد يهوسون، المهم هوسوله ومثل ما هوسوله هم غدروا بي وقت راح، مسلم يصلي آلاف الصلي وراه، مسلم غريب كوفاني كمل صلاته ولا واحد يدري، الكوفة كبيرة مسلم ما يندل شوارع الكوفة، احتار يريد واحد يقول له امشي منا ما لقى، زين هذا ابن مرجانة ابن أمه خال جواسيس تدور على مسلم، المهم شاف لشارع مشى بيه لقى مرة واقفة على باب حوشها، هاي المرة تعادل زلم الكوفة بذاك الوقت من أولهم لآخر، فدوة لتراب رجليها، مرة أم غيرة أم شرف أم حمية واقفة على باب دارها، صحبة رجال عالم مثل مسلم يوقف على باب مرة للصلية، وقف سلم عليها قالت له عليك السلام يا رجل، بقى ساكت يعني شي يقولها، والله انت صير مكانك شي يقولها، يقولها ارتبات بيتك مربى حدي الدنيا ليل ظلمة، مسلم العظيم يقولها ضيفين ببيتك زحمة، بقى ساكت ما يدري شي يقولها محتار، قالت له يا رجل سلم جاوبناك، ايش عندك واقف على باب حوشي، انا مرة والدنيا ليل وانت آثار الصلاح والدين واضحة على وجهك، ايش عندك واقف على باب مرة، سكت، سألته مرة ثانية قالها يا امرأة أنا عطشانة من ماي، قالت له هاي سهلة، بيتها واقفة بصفها راحت تجيب ماي، جابت الماي بيتها رجعت شافت بيتها تبكي، قالت لها ليش تبكين، قالت لها أمه لما رحت تجيبين ماي بس درتي وجهك على البيت تساقطت دموعه على خدك، شو كسر قلبي أحسه غريب، قالت لها يبكي ما يبكي مو شغلي، راد ماي ننطي ماي يروح لاهله، دنيا ليل احنا انت بنيه وانا مره، جابت له الماي شرب الماء حمد الله بقي واقفا، قالت له يا رجل طلبت الماء اعطيناك الماء، ايش عندك واقف، سكت، قالت له لا اجيز لك الوقوف على باب داري، اوه هاي صعبه، مشى خطوه باوع لها قالها أمت الله التي أن تضيفيني هذه الليلة يا ويل، وأنا مكافئك غدا عند أمير المؤمنين عليه السلام، تعجبت قالت له يا رجل أنا شيعية من شيعة أمير المؤمنين، من أنت حتى تكافئني عند أمير المؤمنين، يا رجل أما لك أهل أو عشيرة، يقل لا وحانا مستديرة، عبد الزهر الكعبي الليلة المجلس أهدي روحك، يقل لا وحانا مستديرة، لا أهل عندي ولا عشيرة، الله الله الله، هلا بفرسان المنبر، هلا بأسود المنبر، يا قلل وعانا مستدير.
مثل حيرة ما سدت حيرة. قالت انت منو؟ قال هذا مسلم بن عقيل غدر بي اهل مصركم. قالت يا سيدي سود الله وجهي لقد اذيتك يا مسلم. الوقت غضبني اللي انا ما منتبه. العفو منك يا ابن عقيله. سيدي ادخل استعجل ادخل الى الدار على الرحب والسعة. الدار دارك وانا امتك. المهم دخل مسلم جابت لعشاء. قال هلا اريد الطعام اريد ماء اجدد وضوئي. جابت للماء جدد وضوءه. قائم قاعد راكع ساجد هو ابن من عمه من ابن عمي من. هي تدخل عليه بين الفينة والاخرى. محتاج شيء سلامتك. المهم ايها الاخوة رآغا ولدها تكثر الدخول والخروج. اراد ان يدخل الى غرفة مسلم ابت عليه. بعدين شافت يريد يدخل. قالت لا تسود وجهي عند امير المؤمنين ولك مسلم في دارنا ضيفنا. اي والله الله اكبر كسر قلبك ها الله اكبر. المهم اخذت منه العمود والمواثيق. ما ان تركها تدخل على مسلم حتى ذهب اللعين مناديا البشاره البشاره مسلم في دارنا. هي دخلت عليه قبل صلاه الفجر. سيدي ما راتك رقدت منذ البارحه. قال هرقدت قليلا رايت عمي امير المؤمنين وهو يقول يا مسلم العجل العجل. علي تسمعني علي احنا بجوارك علي. الوحى الوحى العجل العجل واظن ان هذا اليوم اخر يوم من حياتي. وبينما هو يكلمها اذ اقتحموا عليه الدار. جابت له سيفين هضلفات الجيش يا حي. يا بيردون يا لونك يا صنديد اريد مراجل. عمك علي سعيد يقلى يا طاعتي شجعيني وبعمي حيدر. انا ما دام صمصام بيميني لهلك بعون الله كل جمع يجيني. قاتل قتال الابطال قتل منهم مقتله عظيمه وهو ابن عقيل وهو ابن بني هاشم. نادى مناديهم اختصار نادى مناديهم لن تقدروا علي ولكن استعملوا معه الغدر والحيله. حفروا له حفيرة فوقع فيها سلام الله عليه. سقط منه سيفه بكى. قال له أحدهم إن الذي يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به ما نزل بك لا يبكي. حصل يبكي على روحه. قال له ولد مو على نفسي. قال له من تبكي؟ قال لا أبكي على أهل المقبلين أبكي حزين الوال وزين. الله طاعة تقول له سيدي أوان عليك شو سوي؟ أكو عندك وصية؟ قالها إيه. شنو؟ قالها راح تجي يوم من الايام يا تاج. اخذوه الى دثات في قصر الاماره. ثم امر ابن مرجان باصعاد مسلم على اعلى السطح. اه علي سيدي يا غريب كوفان والله قلبي يوجعني شر ما ادري. وحق مسلم اتعب اتعب. انت شنو قلب خالو؟ التفت للسياف قال له يا سياف انطيني دقيقة. قال له شو تسوي بيها؟ قال له اريد ازلم على العلم. تقزع
يزر القلب ابو علي سلم على الحسين وقف قال له حسين لو مني وصل لك الخبر بالسفر عيد النظر والله عيد النظر ولا تجيب وياك زينب بالسفر ليش والله لا تجيب وياك زينب بالسفر ترى شي بالنار شي ترمي بحجر الحسين كان قاعد بين اصحابه قام قال وعليك السلام يا ابن العم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا جيبوا لي حميده من جابوا لي حميده قعد محمد قام يمسح على راسه حبيبتي انا ابوك قال لك لا ادري يا عم ولكن ليش تمسح على راسي شو انت قاعد تسوي بي اللي تسوي باليتامى قال ابني تعظم الله لك الاجر بابيك ثم ان السياف اهوى بسيفه على راس مسلم فقطع راسه ورماه والحق جسده براسه رحم الله من نادى ومسلما هذا الحضور هذا الحضور رحم الله من نادى ومظلوما والمجدار قضى وشاعت اخباره رماه القام من قصر الاماره وهان انجتل بعده ومقداره مظلمه ولا بعد واحد يصله هنا بدحرق قلبك حتى اختم والله اذا اشوف قلبك ويا الحسين ينكسر يولا رموه جابوا حبال برجلي المسلم قاموا يجرون دي هاني جروه والكوفه تتفرج ونجر مسلم بالشوارع زين الشاعر شو يقول؟ يقول عقب هذا عقب هذا عقب هذا عقب هذا طلعت من حجم الدور طلعت عشيرة هاني وهي أكبر عشيرة بالكوفة عقب هذا طلعت مذحجة من الدور وشقوا لعد هاني ومسلم قبور قالوا ما يصير جيبوهن دفنوهن والله عقب هذا طلعت مذحجة من الدور هاي للزهرة هذا البيت للزهرة وشقوا لعد هاني ومسلم قبور بس جثة حسين بيومك لا يوم كيومك أبو علي أبد 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 ما حد نغر على الحسين ماكو أبو غيرة يا بس جثة حسين بيوم عاشور بقت فوق الذرة والدم غسله الحسين من وقف لزينب صاحت لا تابوت عندي ولا قبر محفور لا ماي وسدر يا حسين لا كابور